وشلون اللي وراك؟ صافية وافية. وش قدامك؟ عطر معطر. التعميرة. سلمت؟ على من تسلم؟ على الزعفران. روح سلم. سلم على الزعفران. مية سلام. مية من غير لا زيادة ولا نقصان. نقصان ما فيه ولا نعرف النقصان. الو، ايوه يا واصل. ايش ولاحظكم؟ طب اسمع، لا تسووا له شيء الان. لا 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 ابد، تابعوه من بعيد وبدون ما يشعر فيكم. ايوه يا واصل، يهمنا نعرف من هو وراء الفرخ. ترجع إلا ونصاص الليالي، ها؟ يعني هذا سؤال كل ليلة يحصه؟ لا، ولسه سؤالين يحوسن براسي وما سألتهن. يوم إنك متلثم كذا، أنت اشتغل حرامي. لا 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 لا، أفا، معقولة هذا يحصه؟ يعني أنا حرامي أنا؟ أجل متزوج علي واحدة ثانية يا ماضي، ها؟ متزوج علي واحدة ثانية. من هي هذه؟ ها؟ من هي؟
احمد ان جيت وراك ما صحيتني، ما شفتني وانا نايمه. وانت تعتبرين نفسك لابسه طاقيه الاخفاء ولا تعرفيني من غير عيون؟ لا يا احمد، انا بس اسال ليه ما صحيتني مثل عوايدك لما شفتني نايمه. عاد ما صحيتك، صار اللي صار. هالحين اقعد استناك وقلقانه عليك لانك تاخرت، وبعد كل هذا تيجي وما تصحيني الا وبعد تكلمني من فوق خشمك. منى تركينا من المناقره الحين، انا جاي تعبان وهلكان. ايه، اللي يترك زوجته وبيته لازم يتعب ويهلك. وانا اطلع عشان العب ولا عشان العب؟ وشو هذا الشغل اللي استلمته واستلمك في الليل؟ انا اعرف ان شغلك في النهار، والشغله هذا ها؟ والشغله؟ وانت من متى كنت تسالين؟ الليله هذه يا احمد ابسال، تدري ليش؟ لانك ترفع صوتك علي من غير سبب وتطنشني وانا نايمه ما تصحيني. الا في سبب، في. وشو السبب؟ حتى لو ما قلت السبب انا عارفه. شلون تعرفينه؟ اي عارفه، انت بتسوي زعل علشان ما اسالك عن العقد اللي وصيتك عليه واللي وعدتني فيه. اشتريته لي ولا لا؟ العقد اشتريته يا احمد، اشتريته. ما كان عندي فلوس. اجل خلنا نشوف يا احمد. شوفين شوف ايش هذا؟ وش هذا يا احمد؟ حسن، وش اللي مخلك يا هنود؟ ماجد، وانت وش اللي يحشرك انت؟ ها؟ وش اللي خليك تدس خشمك باللي ما يعنيك ولا يخصك؟ يعني انا اللي غلطان اللي قاعد اسال حسن ليش تاخر؟ اي غلطان وستين غلطان. وش فيك يا حسن الصحيح؟ خير ان شاء الله، وش فيه؟ تسالني انا؟ اسال ولدك اللي كل ما شاف ولدي يسبه ويهاوشه. انت تهاوش حسن؟ لا يا يبا ما هاوشت، بس انا كنت قاعد اسال ليش يتاخر. وليش تساله؟ ها؟ وليش تساله؟ ها؟ انت مسؤول عنه؟ انت مسؤول عنه؟ ايه ايه. ولا يهمك يا حسن، ولا يضيق صدرك ابدا، ولا تاخذ بخاطرك. بعدين شف ابغاك تسولف لي على الغربه وين رحت وجيت. انا احبك واقدرك واقدر سواليفك. تعال تعال سولف لي. تعال تعال تعال. يسوي نفسه يحب ولدي اكثر من ولده علشان يرش بعيني ملح ولا اسئله وين يسهر وسهرات اللي طول الليل علي انا. لا يا ابن الحلال، مو هذا قصدي. اجل وشو قصدك يا ماضي؟ يعني انت عندك استعداد تفهم ولا خليك تاخذ لك نومه وتصحى رايق ومروق وتفهمني؟ علشان الثواب يعني؟ لا 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 يغرك، ترى انا نعست وغفيت ونمت انام بعين والعين الثانيه صاحيه. كفو كفو، ذيب ذيب. أنا شوف قاعد أتحدى، أقول حسن هذا ما منه اثنين ولا ولدته ولاده غير حصة. يلا يلا جاي جاي. طيب أنت نايم؟
أنا أقوم أحل المشكلة هذه. أول شيء حل المشكلة اللي في البيت، بعدين حل المشكلة اللي عندك. مشكلة أي مشكلة؟ هو أنت تحس بشيء أو تشعر بشيء غير بالكمبيوتر ومشاكله؟ إيه يا هناء، بس اللي ببالك ما هي بمشكلة. لا مشكلة، وأكبر مشكلة يا أخويا ياسر. لا تكبرين السالفة عاد. السالفة كبيرة، بس أنت اللي قاعد في عسل بحر الكمبيوتر اللي ما تقدر تفارقه. أهو عاد. الحين قل لي، في ليلة أبوي ما يطلع من البيت أو يرجع لك قبل 3 بعد نصف الليل؟ إيه، هو له فترة يطلع ما يرجع قبل هالوقت. وأنت تعرف أو أنا عارف وين يروح أو هو يقول لنا وين وليش؟ لكن اللي عارفه يا هناء، إن كل واحد في هالدنيا له خصوصياته. وهالخصوصيات هي اللي تقلقني. هناء، لا يكون أنت تعرفين شيء أنا ما أعرفه. أنا ما أعرف ولا هو يقول لي، علشان كذي أنا شاكة في الموضوع. الصوت. أشوفكم إلى الحين صاحين يا عيال. هذا أنت تعرف إن الوقت متأخر يا أبوي. يلا يلا مشينا. يبقى تصبح على خير. المعهد هذا في ظاهرة معهد عادي، أو هو على الأقل كذا هالحين، لكن حنا لازم نخليه ما يصير عادي مثله مثل كثير من المعاهد. ويوم أقول حنا، ما أقولها من باب تفخيم الذات أو تمييز نفسي عنكم أو تكبير نفسي، لا. أنا يوم أقول حنا، لنعتبر كلنا يا الموجودين فريق واحد، نشتغل ونساعد ونتساعد ونتعاون وتسود بيننا روح الفريق الواحد. وإذا كان يصير بيننا خلافات لا قدر الله، أو مشاحنات أو حسد أو من مثل هالأمور اللي تعطل أي مركب وتشغل اللي فيه عن إنهم يسجلون إنجازات ونجاح، حنا إن شاء الله لازم ننجح. النجاح هذا ما نبغاه يصير لنا وبس. النجاح يشمل الطلاب، يقترن بالمجتمع، المجتمع يستفيد من نجاح وإنجازات المعهد. حنا لازم إن شاء الله نخلي الطلاب همزة الوصل ما بين المسؤولين منا وما بين الناس. فائدة الطلاب إن شاء الله هي الهدف اللي حنا لازم نسعى. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أستاذ سعد، أظن تعرف إن إحنا اليوم عندنا اجتماع. بس أنا تقدمت باقتراح أساس يكون الاجتماع بعد الظهر مو بقبل. اقتراحك هذا من لحظاتها من قبل. يعني خير إن شاء الله، اشتري. أنت دائما تتأخر يا أستاذ سعد، دائما تتأخر. تفضل لو سمحت. شكرا. تفضل برا. أنا سعد نائب المدير. ينقال لي برا؟ ايه، تفضل لو سمحت. احتراما للاجتماع وللوقت. استاذ سعد، تفضل لو سمحت. اذا خلص الاجتماع تجيني المكتب. اخلص. استاذ سعد. مثل ما تعرفون، في طلاب يتاخرون، وحنا ما نقدر، او بلا صح ما يجوز نسألهم ليش تأخرتوا إن ما كنا حنا قدوة لهم. المسؤول منكم لازم بالأول يلتزم بالمواعيد، يكون قدوة، ينفذ هو المواعيد. قبل ما نطلب حنا أي شيء من الغير، لازم حنا إن شاء الله نلتزم وننفذ كل اللي نقوله.
اي نعم دكتور، دكتور نايف. صباح الخير. صباح النور، صباح الانوار كلها. هالانوار كلها وطفيتني؟ طفيتك؟ اي هالتصميم اللي كلفتني فيه، اتصدق اني سهرت الليل كله لين خلصته وطفيت ونمت على نفسي وانا ما دريت. ما شاء الله عليك يا ماجد، خفيف دم بصراحه. انا داري انك اذا بعدت على حاجه لازم تخلصها. خلصتها اكيد اكيد، وجبت اخرتها بعد. ما شاء الله عليك. هذا ما هو تصميم هندسي. شلون؟ أجل وشو؟ هذا تحفة، تحفة فنية. يلا هيو يلا هيو يلا اشتغل انت وياه، اشتغل اشتغل ولا ترى ما تحصل مني ولا قرش اصفر. يلا بسرعه. انا صي يلا اشتغل اشتغل عجي. اقول يا مكوفهم. هاجل شلون بعد عجبك؟ ها يا مرعبهم عجبك؟ ايه تعذبني. تصدق انت مبروز في يصير مدير عام؟ أقول خلنا من هالكلك وقل لي، ما جاء أحد في غيابي مراقب مسؤول؟ هذا ما في أحد يسأل عنك، لكن على فكرة أنا يبغى يسأل. أنت كله هذا وقت أنت فين قعبة؟ وأنت وش عليك؟ خلاص أيام أيام سوري، يعني أنا آسف إذا في قلطان. أنا حقك علي من رأس مال أنا فوق. معلوم غلط، لما تحشر نفسك في اللي لك واللي مالك فيه يكون غلط وستين غلط. خلاص زي انت ما يبي، انا قلطان قلطان ما في مشكله. طيب يلا يلا خلاص راح اسوي لي شاي. خلاص انا اسوي انت صاحي على كسمي. تعال من الشاي المخصوص. الشاي ايش؟ المخصوص. ايوه المويه المخصوص، القهوه المخصوص. مرحبا شباب. وين فين؟ وين يعني؟ في البيت. تعال تعال انا كلمت. انا انت ما تدري عندك معهد؟ انت معهد وينه؟ تكلم زين تكلم زين. بعدين ما تفك عن التاخير. تاخرت انا يعني يا استاذ؟ لا لا شيخ، نظره ساعتك نظره. ما حلوه الساعه. مش بها الساعه نظره. كم الساعه كم الساعه؟ قدر يا مش بها الساعه. اقول تكلم زين تكلم زين. حاضر يا استاذ. شوف ايان وياك تتاخر مرتين ثانيه ترى بكتب فيك انذار، واذا تعودت طردت برا معك. استاذ راشد ما يصير خاطرك الا طيب. اقول روح يلا. حاضر يلا. حاضر حاضر. طيب طيب خلنا بعدين خلنا بعدين. مع السلامة. صباح الخير يا خال. هلا 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 ماجد، هلا بالمهندس ماجد، هلا بالغالي، هلا بولد الغالية، يا هلا ومرحبا. شلونك يا خال؟ الحمد لله. هو أنا أسأل عن نفسي لما أشوف ماجد؟ يعني ما تشوف شلون الفرح يبش على وجهي من شوفتك يا الغالي؟ يا خال ترى قاعد تنظرني بلطفك. اللطف لغيرك، بس المحبة والمودة لك أنت يا ماجد. تسلم يا خال تسلم. اجلس اجلس اجلس، خلني أطلب لك قهوة. اجلس استرب. لا يا خال هذا ما هو وقت القهوة، أنا جاي أوريك تصميم المجمع الجديد اللي أنت ناوي عليه.
اي صحيح، المهندس ناصر غالب اتصل بي وقال لي انه مرسل التصميم معك. وهذا هو التصميم يا خال، انا بيك تشوفه بس بكل امانه تقول لي رايك. وانا اللي رايي في تصاميم يسويها المهندس ناصر غالب هذه ما تصير، لان المهندس ناصر اشهر مهندس في البلد وتصاميمه مجربه ولا يعلى عليها. لكن علشانك يا سيدي هذه نظره سريعه للتصميم تثبت. عجبك يا خال؟ طبعا عجبني، يكفي ان المهندس ناصر هو اللي صممه. ما هو بالمهندس ناصر اللي صممه، اللي صممه انا يا خال. انت يا ماجد؟ ليش مهندس ناصر ما قال لك اني انا اللي صممته؟ صراحة يا ماجد ما قال لي شيء. يا سلام على المخترع. اتركني الحين يا حسن، ماني فاضي لك. افا وين تركتك وتركت غيرك؟ وشلون اتسلى انا؟ حسن انت الحين ورا ما تركز على شغلك وتتعلم، وهو ما في قلتلك من كثر الحسن ما في فايدة؟ وإن كنت ما بيتعلم. أقول وإن كنت ما بيتعلم. لا 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 يا ماجد لا، المهم إنه تصميم ناجح وإنت اللي صممته. صحيح يا خال، بس المفروض الناصر يقول لك إن أنا اللي صممته. يا ماجد يجوز عن نسيان وسهو، او يجوز انه كان يبغى يشوف رايي في التصميم وبعدين يفاجئني انك انت اللي صممته، مثل ما انت فاجأتني هالحين علشان تفرحني اكثر. يعني هذا هو رايك يا خال؟ طبعا الواحد لازم يميل لحسن الظن في الناس يا ولدي. ايه ايه يا خال، وانا اسف، اسف اني اسأت الظن. المهم ان المهندس ناصر بدا يثق فيك ويعتمد عليك، وهذا انت والحمد لله بديت بدايه طيبه وتفرح، وانا ابغاك تصير كذا على طول، تمشي لقدام على طريق النجاح والتقدم وما تتراجع ولا تحيد عنه. ان شاء الله ان شاء الله يا خالد. وترى مكتبك جاهز وينتظر، بس خلي المهندس ناصر يرفع ابهامه بالاوكي ويعطيك شهادة الخبرة علشان اسلمك المفتاح. ما تقصر يا خال. اقصر مع ماجد؟ الا قل لي يا ماجد، مريت ابوك ووريت التصميم؟ ابوي؟ لا لا يا خال. ليش لا يا ماجد؟ يعني انت ما تعرف يا خال؟ ها؟ اي بس اللي انت سويت الشغل ما هو عادي بالنسبة لسنك وخبرتك، والمفروض ابوك يعرف انك موهوب ويفرح لك مثل ما انا فرحت لك. هذا انت اللي تفرح يا خال. النجاح يفرح يا ماجد. المهم انت رح لابوك ووريه التصميم، ومهما كان رد فعله ما راح تخسر اكثر من اللي انت خسرته من قبل. ماجد اشوفك هنا، في شيء؟
تعال ايش بدك؟ انت ايش فيك ما تتكلم؟ انا كل ما اسالك ولا اتكلم معك يصيبك الطرم. التصميم. تصميم؟ تصميم ايش؟ حق المجمع. ايه يعني انت عايز تقول ان التصميم اللي سواه لنا المهندس ناصر اللي احنا طلبناه منه جايبه لنا، يعني عايز تقول اربع كلمات على بعض؟ فهمت. ولا الحقيقه انت ما قصدك توريني اياه، انت بتروح بالخالق علشان يشوفه ويعطي رايه، واذا انا جيت اعطي رايي ما صار له مجال، ما بهذا غرضك؟ ولا المعنى الصحيح انك تبي توري خالك علشان تنفشه ويشوف نفسه علي، والثانيه اذا تمعن فيه واستقر في مخه واعطى رايه انا ما عاد اقدر اعطي رايي، وان اصريت قال مالك كلمه لان انا المدير العام هنا. يعني خلاصه القول انه انت وخالك تتامرون علي، لكن هذا التصميم في ايدي انا لازم اشوفه وابدي رايي. ايش السالفة هذه؟ يعني أنا جالس كلني ملي علي أراه؟ لا لازم أبدي رأيي أنا. مستحيل شكله تحفة. لا لا جميل جدا جدا. بعدين الشكل هذا اللي عبارة عن قبب هذه بتكون وسط المجمع. تعطي شكل وجمال في نفس الوقت وإضاءة. لا تمام تمام مهندس ناصر تمام. لا 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 حقيقة مجهود جيد في هذا التصميم، جيد جدا. ولا هي غريبة، المهندس ناصر كفاءته عالية ويقدرنا جزاه الله خير وبيعطينا تصاميم جيدة جدا، يعني في منتهى الجمال هذا التصميم هذا. ترى أنا اللي صممت يا أيبة. أنت؟ إيه أنا. يعني تضحك علي ها؟ يعني تدعي شيء ما هو لك؟ أقول لك يا أبوي أنا اللي صممته. ألو مهندس ناصر؟ أهلا وسهلا، كيف الحال؟ أقول لك ماجد جاب التصميم ولكنه بيقول إنه هو اللي صممه يعني. نعم؟ إيش الكلام هذا يا مهندس ناصر؟ يعني ثقتنا فيك تصل إن إحنا طلبنا تعطيه من هب ودب وتخليه يخربش على كيفه؟ إيش؟ وبعد تسألني رأيي عن التصميم؟ أقول لك التصميم زفت مثل وجهك ووجهه، فاهم؟ هذا تصميم هذا؟ إحنا حقين هواء ولا حقين شغل بزران إحنا؟ هذا تصميم هذا؟ هذا تصميم هذا؟ لا لا خلاص اترك، انا اللي بشوف حل معه. بس الاستاذ راشد قال لي اسلمه للدكتور شخصيا. وانا نائب المدير ولا ما تدري؟ اتركه وانا بتفاهم معه، روح. بس يعني الله يجزاه خير يا اخوي. لا تكثر حكي. لا قلت لك شيء، انا زي المدير، توكل على الله وخله، انا بتفاهم معه. روح يلا. تعال. ادخل انا اوريك واتفاهم معك. تبغى لك تعديل حسن؟ ايه هالحين ما تقول لي وش سويت؟ ابد يا استاذ سعد، وش سويت؟ ذا اللي اسمه راشد يبيني اقعد وما اتحرك، وما بقى الا يقول هاتوا قيد وخلونا نقيده. قيدونك انا موجود. جس 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 جس. أما يقيدونك كثر منها.
هلا. السلام عليكم. وين عايش؟ طيب سعد خلي يجيب لي كاسة شاي. خلها اثنين. ايه نعم هذا هو رأيي. حتى لو كان هذا هو رأيك، يعني تشوفها زينة انك تقول مثل هالرأي قدام المهندس ناصر وولدك واقف ويسمع؟ اقول لك افهمني زين، ما دام انا واثق من نفسي وعارف وش اللي يقوله ما يهمني لمين اقولها ومن يسمع. وحتى لو كان مثل هالكلام الماسخي يخلي رئيس ولدك يفقد ثقته فيه ويحطمه اكثر مما هو محطم ويتعب نفسيته اكثر مما هي تعبانه بسببك. اسمع يا صالح، تقدر تتكلم معي في امور الشركه وامور الاداره، ام اموري الخاصه لا تتدخل فيها. اسمع، وين تخربتها ومصمم تخربها وتقعد على اطلالها؟ لاخر مره اقول لك خلك في الشغل وبس. وما دام يهمك الشغل كل هالقد، ليش شقيت التصميم؟ ها ليش شقيته؟ استفزني، ما اعجبني، ما سيطرت على اعصابي، شقيته. لان حضره جنابك ما تفهم في التصاميم. انا ما افهم في التصاميم؟ انا ولا تفهم في اي شيء. ايش؟ وش فيكم يا جماعة الخير؟ براكم غير تناقرون سنكم مديد تعرض. أنا ما أدري منه ذا اللي حايسكم أو اللي حاسدكم. أقعدوا هدوا واذكروا الرحمن وتقبوا. يلا أقعدوا. ألو، أمرت غريب يا حصة. انت دائما تتصليني وتطلبيني من السنترال ان تقولين ابغى سالم، ولما ارد عليك تقولين من يتكلم. شلون ما تعرفيني؟ طيب طيب، وشلون انا الحين اعرف صوتك قبل تتنحنحين حتى؟ طيب المهم وش عندك؟ ايه قولي لي المهم اللي عندك. ايه لا 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 لا، الحقيقه ما اقدر اجيك الحين. ها اي طيب، ما فيها شيء على التليفون؟ قولي المهم. اي خلاص، اذا في شوره بشورها عليك. يا حصه افهميني زين، فتحي ذهنك معي، كبري مخك، انت اخت سالم. اي يعني الحين التليفون ليش اخترعوه؟ كيف؟ لا فيها سر تختلف المسائل عندي. طبعا اذا فيها سر اجيت طاير مثل الكونكورد. خلاص مسافه السكه، يلا مع السلامه. يا سلام، طير يا كونكورد. يلا هلا ماجد. هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شوفك فرحان ومبسوط. وليش ما اكون مبسوط؟ دام التصميم ما عجبك وعجب خالي صالح. اي بس ما عجب ابوك. ومن قال؟ من اللي قال لك انه ما عجب ابوي؟ ها نكت انت. لا بس انا اتكلم جد. صحيح التصميم ما عجب ابوي؟ يعني انت ما تعرف؟ لا ما اعرفه. وبعدين صحيح من قال؟ تبي تجنن انت؟ اجننك؟ وجننك ليه؟ ابوك اتصل علي وهزأني على التصميم، وكنت انت عنده وتسمع. انا؟ ابوي انا ما شفته في الشركه يا مهندس ناصر، صدقني ما شافه ولا وريته التصميم. الوحيد بس اللي شاف التصميم وفرح لي وانبسط وقام يمدح بعد، تدري منو؟ خالي صالح. ابوي ما شفته. ما شفته ولا كلمته. سالم يا سالم. سالم ما هو عندك. سالم ما هو عندك. سالم وين راح؟ مرسله في شغل انت؟ انا ما ارسلته، لكن شفته طلع من الشركه ومشى، ركب سيارته ومشى.
طيب أخذ إذن مغادرة منك؟ حقيقة ما أخذ إذن. طبعا ليش لا؟ لأن حضرة جنابك مفهمة أن زوج أخته هو الكل في الكل هنا. وأنا في رأيك قليل. سابقت صاروخ كان سبقته طبعا. هذا سر ولازم اعرفه. انا اللي ابغى اعرفه. الحين شلون تتصلين فيني وتقولين لي سر واجيت طيران طيران والقاس ما تعرفين هذا السر؟ انا ابغى اعرفه عن طريقك انت يا اخوي، منك انت، لانك انت الوحيد اللي تقدر تحط اصابعك العشر على السر هذا. في هذه عيني عليت باردة ما أضحك، بس السر هذا بخصوص إيش؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أستاذ راشد خلي الحصة تصير كالمعتاد وكأني أنا ماني موجود. تفضل ترعوك. خذ راحتك خذ راحتك. تفضل. مش هذا شغل عليه؟ إيه هذا. إيه. ادرس وفتح عيونك وذانك للأستاذ عشان تفهم وتستفيد وتتعلم، ما هو تجي المعهد بس إثبات وجود. حاضر حاضر. ممتاز ممتاز يا ياسر ممتاز. الله يخليك يا دكتور. يعطيك العافية. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك الله يعافيك. طيب يا أستاذ راشد. تسلم يا دكتور. شكرا. الله يرضى عليك. شكرا لزيارتك. مع السلامة. هلا والله هلا. اقعد ايش كررت؟ نسيت ان النظار. لا تنغرق هالقد، انت ما تعرف شيء ولا تفهم شيء. حسن يس برم السراج وتسكت. حاضر استاذ حاخذ القلم القلم. لا 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 يا حسن، انا ما اقول انك كذاب ولا لا 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 تفهمني غلط، بس احنا في هالمعهد خبره ونشوف الاولاد والطلاب اللي موجودين زي اولادنا كلهم نناظرهم ونعاملهم بمسطره واحده. هذا اللي تشوفه انت يا استاذ سعد، لكن غيرك حتى المسطره هذه ما يشوفها وما يشوف غير اللي اسمه ياسر صالح. يتهيأ لك ويمكن، بس لانه الطالب هذا جيد وممتاز والاستاذ راشد يشجع. عموما لا تشيل هم حسن، انا بكلم لك الاستاذ راشد واوصي عليك. احب اقول لك يا استاذ سعد، ما هو الاستاذ راشد لحاله اللي يطنشني. ها من فيه بعد؟ المدير. نايف لحظه لحظه اجلس. شوف يا حسن، دام الموضوع في نايف وفي تمييز قل لي على الموضوع وبالتفصيل.
موسيقى.